هيدا الفستان جبت للشعنينة والشمعة لحتى صلي ليسوع. إن شاء الله كل أيامنا نضلنا ندوي شموع يعني وفصح مجيد جاية انبسط أكل أربانة. جبت تياب جديد تأجى على الشعنينة. منحس بالمسيح ومنحس بقيامة المسيح ومن آمين يلي بآمين كتير بينبسط بهيدا العيد. أنا جاية على كنيسة أقول لها أنا بحب كتير. على أصوات الأجراس منذ الصباح الباكر تزينت الساحات بأغصان الزيتون والنخيل وتوافدت الطوائف المسيحية اللي بتعتمد التقويم الشرقي إلى الكنائس حيث ترأس كهنة الرعاية الأداديس وألقوا العظات اللي ركزت على محبة يسوع بأحد الشعنينة. تلاقينا بكتير من أولادنا يلي جايين من السفر وتفاجأت أنا وياهم أنه عم نعمل زياح سوا. يعني الله يديمها نعمة وأكثر من هيك ما فيني أقول. شعنينة مباركة للكل. عن جد عيد كتير حلو وفرحة كتير كبيرة نكون هيك كلنا مجموعين بالكنيسة. بحس بهيدا النهار بفرح عظيم. هيدا النهار مش بس للصغار، للصغار وللكبار. وأحد الشعانين رمز قديم. ذكرى حلوة نكون كلنا موجودين تحت راية وحدة نصلي تنكون عندنا أيام أحلى وأحلى. بكل بيت يسوع موجود بس نعيط له. برد علينا ما بدنا أكتر. نحن لو ما كرمال يسوع وفرحة يسوع ما في عيد. السلام لجميعكم روحك فصل شريف بشارة القديس متى الإنجيل البشير هد الريض الطار مجد لك يا رب المجد لنصر في ذلك الزمان لما قرب يسوع من أورشليم. بذكرى دخول رسول المحبة والسلام إلى مدينة السلام كانت بيروت على موعد مع الاحتفالات فتزينت السماء والأرض بالشموع وروائح البخور. أما الأطفال اللي شاركوا بالزياح محمولين على أكتاف أهلهم كانوا معنا العيد واستقبلوا الشعنينة بتياب جديدة وفرحة كبيرة. جاي يصلي كمان لأترحم بعيد ميلاد يسوع. ما في أحلى من الوحدة. يا ريت يتوحدوا الكنائس كلها هيدا أجمل شيء بيكون. يعني بفتكر فرحة الكبيرة مثل سنة الماضي وقت كانوا مجموعين للعياد مع بعض. أهم شيء القداسة لأنه هي اللي بتنقصنا بهالأيام. لازم الواحد يرجع على الكنيسة ويصلي. هيدي الشمعة علي يسوع. بيكون عيد إنه يسوع قام من الأموات. أهم شيء العيد بيعني لنا وخلقت وقيمة المسيح وإن شاء الله دايما بتنعاد ويكون لبنان بفرح وبسلام. شعنين مبارك. أخبار الصباح ينعاد عليكم سنين عديدة وشعنين مباركة.